السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة ستاتي كيتشن. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله مندي الوصفات الصيفية السهلة، كنقترح عليكم واحد الفطائر كتجي لذيذة بزاف، مكونات بسيطة وخفيفة وكتستحق أنكم تجربوها. على بركة الله ندوزو نشوفو المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للعجين كنحتاجو واحد 3 ديال الكيسان ديال الدقيق الفورص، جوج كيسان ديال الحليب، جوج كيسان ديال الماء، واحد البيضه، معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه، وشويه ديال الملح، وشويه ديال الابزار، ونسموهم بواحد شويه ديال الزعتر. اما بالنسبه للمقادير ديال الحشوه، غادي نحتاجو واحد البصله كبيره مشلده رقيقه، واحد 200 غرام ديال الكفته، واحد 200 غرام ديال لاداند. انا هنايا بغيت ندير ميكست، ممكن اننا نستغناو على واحد فيهم. عندنا جبن محكوك. بالنسبه للتوابل غنحتاج شويه ديال الزعتر مطحون، شويه ديال الثوم بودره، الملح حسب الذوق، شويه ديال التحميره، شويه ديال الابزار. دابا ندوزو باش نشوفو الطريقه ديال التحضير ديال الفطائر. كناخد كاس ديال مولينكس، كنوضع فيه جوج كيسان ديال الماء، جوج كيسان ديال الحليب، وبيضة، شوية ديال الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال الزعتر مطحون، معلقه كبيره ديال الزيت. غنضيف الدقيق، غنخلطو مزيان ونخليه يرتاح واحد المده ديال 20 دقيقه، وندوزو باش نحضرو الحشوه. غادي ناخذ مقلات، غنوضع فيها واحد شويه ديال زيت العود، غادي البصله تشحر، نحركها مزيان ونخليها حتى تنزل، ونضيف ليها قطع ديال الديكارومي مقطعين، ومنين طيبو عاد نضيفو الكفته حيت الكفته دغيا كطيب. خديت هنايا البطاطا، ما ذكرتهاش معكم في الاول، غادي ندوز باش نقليها لان غنحتاجوها حتى هي داخل الحشوه. غادي نضيف قطع ديال لاداند، من بعد ما يطيبو عاد نضيف ليهم الكفتة والتوابل. دابا غنضيف الكفته،
غنضيف معلقه ديال التحميره، شويه ديال الابزار، شويه ديال الثوم بودره، شويه ديال الملح، الملح غنضعو واحد شويه لان مازال غنديرو منو فيه فرماج، من بعد ما يطيب غادي نطفي عليه وندوز باش نحضر الفطائر باش نشوفو الطريقة باش غنعمرهم. بسم الله، كناخذ مقلاة كنحاول اننا نديرهم رقاق، كل ما رققناهم كيجيو مزيانين. من بعد ما تبان لي بدات كتقشر من الجناب نحاول انني نقلبها، نستعمل بحال هكا حتى نكمل الخليط اللي عندي. كناخذ واحد الفطيره كندهن بشويه ديال الكيتشوب، نضع شويه ديال الحشوه، شويه الفرماج، انا خديت هنايا شويه الفرماج حمر مع شويه ديال الموتزاريلا، ندير شويه الفرماج بالزيت باش يجيونا معلكين، نوضع شويه ديال البطاطا مقليه من فوق، صافي، ونحاول انني نطويها على هذا الشكل مربع. على هذا الشكل هذا ندوزو الثانيه،
كنوضع شويه ديال الصلصه صوص الجيريان، ممكن اننا نضيفو حتى مايونيز. نوضع الفرماج، نوضع شويه ديال البطاطا، ونطوي هذا شكل مربع. نحاول انني نجمع ليها الجوانب، نشكل تينا بهذا الشكل هذا. نبقى مستمره في نفس العمليه حتى نكمل الخليط اللي عندي، وندوزو باش نشوفو التتمه ديال التحضير. من بعد ما غادي نسالي غناخد واحد المقلات، غندهنها غير بشويه ديال الزيت، وغادي ندوز باش نحمر فيها الفطائر ديالي، وندوزو باش نقدم لكم الشكل النهائي ديالهم. هذا هو الشكل النهائي ديال الوجبه اللي قدمت لكم اليوم، كتجي غزاله في الشكل والمذاق، جربوها، كتجي صراحه لذيذه وسهله في التحضير، ما كتاخذش الوقت بزاف. فرجه ممتعه، الى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله.